ونكمل مع الاستاذ ايمن بدره رئيس تحرير اخبار الرياضه. استاذ ايمن برحب بيك في البدايه ومنور النادي الاهلي. منور بوجودك الساده المشاهدين الكرام. يوم يعني من الايام المهمه في مسيره النادي الاهلي، يوم جماهيري، وان شاء الله باذن الله يكون بدايه مرحله توفيق ان شاء الله باذن الله. استاذ ايمن، يمكن ريني فايلر اتكلم وقال ان هو جاي يبحث عن الاداء الممتع. هل الاداء الممتع مع البطولات يرضي طموحات واحلام جماهير النادي الاهلي؟ شوف، هو التصور الاعلامي والتقديم الاعلامي والمحبه الجماهيريه والعاطفه الجماهيريه شيء، والجانب العمل شيء اخر. يعني معلش، يمكن انا عشان انت عارف انا كنت في الحج وجيت الفتره الكام يوم اللي فاتوا دول، لاحظت انه الناس نسيت انه النجاح في النادي الاهلي منظومه. صح. منظومه لها عده افرع وليها عده روافد، من الجمهور العظيم، من الاداره المنتظمه المستقره، من الامكانيات، من الثوابت التاريخيه اللي بيرتكز عليها، النهاو بتاع البطوله. صح. اللي بيصنعه النادي الاهلي بجمهوره بادارته عبته بكل المنظومة اللي موضوعة في هذا الأمر. فكون ان احنا نربط الأمر بشخص واحد أو بعنصر واحد ونتصور ان النجاح مرتبط بشخص، أعتقد انه ده بيجانبنا التوفيق في هذا الأمر. النجاح منظومة كبيرة جدا جدا، من بينها المدير الفني. مدير فني شاب عنده طموحات، اكيد في دراسات اتعملت، الناس طبعا اللي كانت موجوده في اللجنه انا مش محتاج ان انا اجاملها، لانه الدكتور طه اسماعيل اعلى محلل الفيفا كان مختاره علشان يتولى امور فنيه في القاره الافريقيه كلها. كلنا بنشوفه، بنشوف يعني رؤيته الفنيه، ويعني كان ليا الشرف ان هو يعني كان محلل مجله سوبر لما انا كنت سكرتير تحرير مجله سوبر في الامارات، وكان طبعا اختيار مجلس التحرير والناس القائمين على هذا الامر من 2003، مش من النهارده. زكريا ناصف، خالد بيبو، اسماء كبيره، وطبعا الكابتن محمود الخطيب. فكل هؤلاء الناس ما اعتقدش ان هم يعني احنا ممكن يكون عندنا خبرات في مجال كرة القدم زيهم، نديهم الفرصة. طبعا محبة الجماهير وعاطفتها وتقييمها للوضع شيء، والتقييم الفني على ضوء الظروف وعلى ضوء الطموحات وعلى ضوء الدراسات والمناقشات اللي بتتم مع المدير الفني، أعتقد إن هي باذن الله المستوى الذي يليق باسمه وبمكانته وبمكانه الكره المصريه. استاذ ايمن، حضرتك شفت الجمهور الاهلاوي، يمكن جمهور الاهلاوي محب قوي للنادي الاهلي ومحب جدا لفريق كره القدم، فكان عندهم استعجال شويه على معرفه اسم المدير الفني. هل ده حضرتك ممكن كمان نلاقيه في استعجال؟ طبعا النادي الاهلي بيعلن في الوقت المناسب زي ما احنا كلنا عارفين، هل ممكن نلاقي استعجال شويه على اداء ممتع، اداء يعني بالنسبه لهم يكون مبسوطين بيه جدا مع اول مباراه موجود فيها المدير الفني؟ ولا بما ان حضرتك راجل قيمه وقامه في الرياضه المصريه، حضرتك ممكن تديه نصيحه، ممكن تتكلم معاهم تقول لهم ايه المطلوب من الجمهور الاهلاوي الفتره اللي جايه؟ مطلوب من الجمهور الاهلاوي ان هو يستمر على حبه ومساندته للنادي الاهلي بلس 90، زي ما بيعمل النادي. جمهور النادي الاهلي عود الناس وعلم الناس انه حتى والوقت بيخلص هو في ظهر النادي الاهلي، وانه ممكن تكون في لحظه فيها عثره. مفيش انسان بيفضل ناجح طول عمره، مفيش انسان بيوصل للقمه طول عمره او بيفضل على القمه طول عمره. في حاجات بتوصل فيها للتوب فورم وبعدين بتنزل، انت راجل لعيب كوره وعارف. فانا بقول لجمهور النادي الاهلي، زي ما كان في مرحلة يأس في الدوري، ويمكن أنا واحد من الناس كناقد رياضي متابع، كان في مرحلة يأس وتصورنا أنه الدوري ضاع، لكن فضل النادي الأهلي بمساندة جماهيره رغم كل المشاكل والعقبات والحواجز اللي كانت بتتحط له، يقفز فوقيها ويصطدم ببعضها ويقع وبعدين يشد من نفسه تاني ويستمر. جمهور النادي الأهلي بتاع المساندة لحد بعد الدقيقة 90، هنا هتصنع البطولات، هنا هتصنع الانجازات، هنا هتضيف للكره المصريه. واعتقد انه تاثر المنتخب الوطني في كاس الامم الافريقيه كان بسبب ان الاهلي كان متاثر، وبسبب ان الناس بتحاول تدخل النادي الاهلي في مشاكل. فان شاء الله باذن الله تعالى هتستمر المنظومه، لانه الجمهور ضلع كبير جدا جدا في منظومه النجاح.
بشكر، شكرا جزيلا زي من بدر، ربنا جدا كابتن عمر، ميرسي جدا جدا، وان شاء الله باذن الله موفقين. واعتقد ان قناه النادي الاهلي قدمت صوره متميزه، هتتابع وهتفضل ان شاء الله باذن الله مرآه لجمهور النادي الاهلي والجمهور الرياضه المصريه وللاعلام المصري المتزن المحترم. بشكرك، شكرا جزيلا، ربنا يخليك.